وقعت صباح اليوم أعمال شغب بالمنطقة الواقعة قبالة مستشفى العيون بمقاطعة الإكسر، وقد نتجت عن أعمال الشغب هذه بعض الأضرار المادية، ما جعل قوات الأمن تتدخل في الوقت المناسب وتسيطر على الوضع وتعيد الأمور إلى نصابها. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع استضفنا لكم ضمن هذه النشرة السيد ماحي الحامد والي نواكشوط الغربية. سيد الوالي مرحبا بكم. مرحبا. سيد الوالي، ما الذي حدث بالضبط؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم في الصباح كانت السلطات المحلية بصدد تنفيذ اتفاق تم إبرامه بين سكان أرض في حائط ما يعرف شيباني، من خلال سندات عقارية، وكانت ساكنة فيها بعض من الأسر مع ريالها من لوز زمن، ووصلوا فيها الملاك الأصليين الشرعيين، تعقد تحريرهم الأرض. مثلا تعقد أن سكان يخلوها لها، تم في البداية القضية إلى العدالة ياك تبت فيها، وبداية السنة نفذت تم تنفيذ، وكان فيه شيء من إسحاب سكان، وراك توصلوا الملاك لموقع موقعينه ممثلين سكان، وده هي عندي منه نسخة. خلال هذا الاتفاق اللي في المحضر توافقوا على انه الملاك يخلوا السكان هنا وين يوم 20 يونيو، وانهم يساعدوهم في النقل واللي ويعاونوهم في البحث يستقروا فيها تعود ملك لهم. وطلعت الاداره بين السكان والملاك قطع الارضيه، طلعت الاداره على فحوى الاتفاق، ونظرا للوضعيه الهشه للسكان طلبت من السلطات اللي مختصة قطاع الإسكان رسالة رسمية عنهم يحلوا مشكلة السكن بالنسبة لها والمواطنين حالتهم خاصة. الوزارة مشكورة وعدل إحصاء للسكان شارف عليه الممثلين فيه السكان من خلال موقعين الاتفاق، ومن خلاله حصلت لائحة فيها 29 أسرة إنها يلا تستفاد من القطعة الأرضية. يعني أسرة هي السكان الحاليين. السكان الحاليين للأرض هذه الخصوصية اللي محتلة. ومنين خلق التحقيق في الرقم الوطني للائحة لجميع الناس اللي طالبة الاستفادة، وتم الاطلاع على أنهم في 19 قط استفادوا من قطعة أرضية في أحياء أخرى وانحذفوا من ذيك اللائحة، والباقي اللي هو 410 كانت بصدد الاستفادة، وكانت في اتصالات مع الإدارة ومع الملاك الشرعيين ومع المصالح الفنية المختصة في تقطيع الأرض ومنحها، وكان يلا يبدأ العمل اليوم بصفة موافقة عليها ومحضرة ومهيئة ونقل موفر وتجهيزات كاملة الفنية اللي تتطلب العملية موفرة. طيب، كان يلا يبدأ ذا اليوم. طيب سيد الوالي، لحد الآن الأمور طبيعية، ما الذي أدى إلى تفجر الوضع؟ نعم، الأمور تم طبيعية وبدأت العملية، وسنتاو الصور ينقبضوا من الأسر وينضبط وضعية اللائحة صباحا. اليوم اللائحة توافق هي والواقع الميداني، كل أسرة تنقبض وتخرص اسم رب الأسرة إذا كان هو اللي على اللائحة، ويحقق مع أفراد العائلة ولا هي يصوروا وينتقلوا في ظروف جيدة إلينا جيش من الناس، أمية من الناس خارجة عن السكان، خارجة عن السكان ودخلت في المنطقة وجابت مع السلطات والله زاد رجال الأمن اللي كانوا واقعين بعين المكان، ونظرا لأن الأمن ما كانوا عندهم نية المجابهة، كانوا عندهم نية المساعدة في الترحيل الملائم، خلقوا أضرار في رجال الأمن، تعاطبوا منهم وحدين وحرق باص تابع للشرطة. وعلى كل حال دخلوا السلطات في الوقت المناسب وتم استتباب الأمن والمسؤولين عن الشغب عند الشرطة، ولا إن شاء الله يحقق معهم وينالوا ذاك اللي يستحقوا من العدالة إن شاء الله. طيب، هل من كلمة أخيرة
المجال. شكرا. انا لن اختار انتهز الفرصه اياك نقول جميع سكان نواكشوط وبالخصوص سكان المناطق اللي ما زالت فيها نزاعات ولا ساحات عموميه ما هي موزعه، ده اللي ندرك منها ما توزع ولافات وقسم ولافات احتلت الناس احتلال غير شرعي، لا نقول لهم عن مات لمقبول ولن يقبل ان اي مواطن يسوى من هو ويسوى نفوذه شنو هو ويسوى قوته شنو هي ويسوى ضعفه شنو عنه يحتل ساحه عموميه والله عنه يحتل ممر عمومي للناس كامله فيه الحق وتستفاد منه كامله الضعيف والقوي والمريض، وانه لن يقبل مولي عنه يحتل ارض خصوصيه مالكها حد اخر بها، لدوله القانون مضمونين فيها الاملاك ومضمونه فيها الحريه وعن حد قاع ما رد عن الملكيه الخصوصيه، معناها انه ما يقدر يرد عنهم هم المواطنين من رؤسهم، ويلا تعود واضح للناس عنه ما هو مقبول. احنا الان بادئين حمله لها قاع ايام على المسارك العموميه كامله الشوارع الكبيره وفي الساحات العموميه بالتعاون مع المجموعه الحضريه، اياك ما يبقى باع ما يبقى باع متجولين على الشارع ولا يبقى الحوانيت ولا ميشيلين ولا خباط بريك ولا الناس اللي تحتل اصلا الساحه العموميه بلا موجب، ما يبقى فيها احد، ويلا يعودوا عالمين عن نهارين وراء الفطر ان شاء الله، لا هي اللي ما فات نفذ ذاك لا هي يعامل معاه المعامله المناسبه، وبالله ان شاء الله ترجع الامور للصواب باذن الله. شكرا جزيلا السيد الوالي نواكشوط الغربيه ماحي الحامد، شكرا جزيلا لكم.